ولكن أنت تبذل الشيء بافتخار كبير. أنا أنتمي لمجلس مدينة مراكش، فالأصل الأستاذ فاطمة الزهراء المنصور. ماشي حيت خرجت من عندنا الصباح وجهات ساكنة مباشرة، وهذا قليل اللي يمكن يديرو. ماشي على المجهودات فقط اللي كانت تدير ساعتية، بل بعد دقائق كل دقيقة نناقشوا هذا الموضوع. عشنا مع هذا الشيء كمقاطعة تعرضت لواحد العدد ديال المشاكل، منهم مقاطعة سيدي السمعاني. ماشي على هذا الشيء كامل يجب الأخ والاسم اللي عاشوا معنا مشكور كرئيس لجنة وكعضو مجلس، ولكن كذلك على الوقفة الكبيرة اللي وقفات مع الساكنة قبل ما نعرفوا احنا كناش بندير لا كسلطات محلية ولا كمنتخبين ولا غيرنا. أنه الإنسان باش يجيب واحد الشيك على بياض ويعطيه لدعم المتضررين هذيك الليلة في الصباح الباكر ديال يوم السبت، وكانت مساهمة ديال رئيسة المجلس الجماعي كشخص الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري، ماشي كوزيرة ماشي كرئيسة المجلس الجماعي، ولكن كمواطنة مغربية كمراكشية. وهذا تخلينا نعتز كلنا في مراكش بالسيدة الرئيسة وتنعود نيابة على المجلس. نشكرها مجموعين على العمل الكبير والمجهودات الكبيرة اللي دارت. كذلك نشكر الأخوة والنواب على المجهودات الكبيرة اللي داروا، ماشي فقط في الفاجعة الزلزال، ولكن في العمل ديال 60 يوم وكيف كانت المدينة وفضل 60 يوم ولو كنت بالفلوس ما يمكنش تدير هذا الشيء اللي دار اليوم. وماشي هذا فقط شغال، دار الأشغال لم يسبق لها عامتين مثلها في مدينة مراكش، لا من ناحية الهندسية المعمارية. سي مشكور هو تكلم على هذا الموضوع لأنه مختص مشكور وبين واحد العدد، ولا من ناحية الواجهة والجمالية ديال المدينة. وهادشي تيخلينا أننا مثلا نمشيو اليوم في الشوارع ونعتز بانتمائنا لمدينة مراكش، ماشي أننا كأعضاء مجلس ولا مدبرين، ولكن تنصمتوا الجميع وتنصمتوا الناس العاديين. كاين مجهودات كبيرة، واللي هاد المجهودات نبدأ نشجعو بارتياح كبير. شكرا السيد الوالي اللي كان داير واحد اللجنة ديال البيلوطاج ديال هاد الأشغال الكبيرة، ورغم أنه كان تيترقص المشاكل واللجان ديال يدبر اللجان ديال الفجع داخل الولاية وخارجها، وكان كذلك يسار على الأشغال في نفس الوقت باش نطلبو هذا المؤتمر في واحد المستوى كبير. إذا تشكر السيد الوالي مساعدين ديال البشوات والقياد والناس ديال الإدارة ديال الولاية على المجهودات. السيد الرئيس أنا شديت باش ندير ليه حاطة عنوان لواحد جوج المواضيع أساسيين، وحدة جابها السي منادي وغادي نعاودو نتكلم عليها، وموضوع ديال قرارات الهدم اللي كاينين عندنا بكثرة في المدينة والطريقة ديال التنفيذ ديالهم إلى غير ذلك. والموضوع الاساسي هو انه باقي شكايات سيد الباشا راهو غير متعيش معنا هذا الشيء، باقي شكايات ديال المواطنين اللي ما وصلوهمش اللجان، اللي ما وصلوهمش اللجان. انا تنطلب لانه اللجان مقفوله 28، تنطلب من السيد ممثل السيد الوالي انه يبلغ بانه راه كاين الناس باقي ما وصلوهمش اللجان، نبدا ان نقاوميهم شي حل. كيفاش غادي شي حل اخر في اطار طلبات، كيفاش تقبل الطلبات ديالهم والنظر ليهم، ونعاودو نديرو اعاده النظر في اطار لجان اخرى لحل المشاكل ديال الناس. فعلا مجهودات كبيره، اللجان اللي اشتغلوا اللجان التقنيه على مستوى مدينه مراكش كانوا كثار، واحد الوقيته تيوصلوا 19 20 داخل المدينه، حنا وصلوا عندنا 15 في واحد اليومين الاخيره في سيدي الزناري. حجم الضرر كبير، خاص المجلس يعرفوا حجم الضرر راه كبير بزاف وكبير بزاف. راه اليوم شفنا تقريبا راه 1800 قرار هدم بين سيدي الزناري والمدينه، 1800 وباقي مشتغلين، وهذا الشيء ما سهل. هذا يدلنا على الفكره اللي جا بها السي محسن ديال البرنامج الموازي بين البرنامج الاستعجالي والملكي وبين البرنامج ديال لاشينا وبين البرنامج الاساسي ديال التشغيل الحضري اللي كاين في سيدي الزناري. لا بد ان تكون واحد البرامج موازيه لتوازي بين هادشي اللي انا ديال الفرصه
في إصلاح ما يمكن إصلاحه. وهي الفرصة من كل ما نعوض الناس وتلعب الاثنين ونعوض العضو. إذا كان شيء الصراع اليوم بتجديد حضاري داخل سبيس بتعني لابد أننا نحلو هذا المشكل ولابد نسير فيه على مستوى الوزارة وعلى مستوى الولاية كذلك. لجان تقنية بالنسبة للمؤسسة التعليمية والمساجد داروا لجان وشافوا كاع المرافق العمومية هي الأولى اللي تتقال على مستوى سبيس بن علي المؤسسة التعليمية المساجد أي حاجة يكون فيها التجمعات البشرية يعني داروا واتخذوا القرارات المناسبة في هذا الموضوع. بالنسبة لرخص الإصلاح وهذا مشكل كبير، كاين الناس ما عندهمش شوايين ملكية، كاين الناس يعني كاع اللي ما دارولهمش هذيك الدار يعني ما عندهم شهور ويصلحوا كاين واحد العدد ديال الامور. انا اقترح السيد الرئيس على انه السيد الوالي انهم يديروا لجان مختلطه ديال هذا الزنزان ولو يكون في الجامعه والمقاطعات ورجال السلطه ونبدوا في محاضر للدور اللي صابت اللي ما عندهم لا جزئي ولا كلي ولكن للاصلاح. وبهذه المحاضر يمكننا نحلوا هذه المشاكل ديال الاصلاح مجموعين في اطار واحد التتبع ويعني ما تخرجوش حتى على القانون يعني ما تخرجوش على القانون محاضر اللي تكمل فيهم اللجان تكملوا فيهم على كذلك المهندسين المختصين من مكاتب الدراسات ومن المختبرات ومن اللابوراتوار المسؤوليه ديالهم. شكرا سيد الرئيس، شكرا لكم.